السلام عليكم. هذا الفيديو اللي طرحه الدكتور هاني بيطار وضع جميل جدا، لذلك أنا تفاعلت معه وقررنا أنه نحلله بدقة. النقلة الوحيدة اللي ممكن تربح الأبيض هي رخ اتش أربعة، طبعا في حال لعب رخ بي واحد كيش فراح يلعب رخ اي واحد، والآن الأسود أما راح يأكل الرخ وراح يكون ميتة باطلة، أو راح يرجع بالرخ فراح نرجع بالفيل وراح يصير وضع تعادل. ممكن هون الكمبيوتر يقترح نقلة رخ A1، فممكن نلعب مثلا فيل J3 في حال ملك ضرب فيل، البيدق ضرب رخ، وأيضا ميتة باطلة. كثير من الأخوة اقترحوا نقلة رخ A5. رخ A5 ما راح تشتغل وراح تأدي نفس عمل رخ H3. طبعا في حال أكل فيل أكيد هي تعادل، رخ ضرب رخ ضرب رخ وميتة باطلة، ولكن أو حتى لعب نفس النقلة رخ B7 أكيد راح يغطي بالفيل، حصل نفس الوضع، ولكن الأسود هون عنده نقلة قوية جدا هي رخ بي 3. طبعا في حال لعب رخ B2 راح نلعب رخ G3 مهددين برخ J1 وكش مات، أو كش مع ترقيط وزير في حال لعب هيك مثلا، فرخ في واحد رخ كش كش وطلع وزير وانتهى الدور. طيب في حال لعب رخ E1 راح نلعب رخ B1، طبعا ما نفس هذا الوضع، هذا في اختلاف كبير عن الوضع بالأول. أنا حللت رخ A5 وفكرت انه هي تعادل، راح نفس رخ اتش نفس في الاتش 4 في الاي 5 نفس في الاتش 4، ولكن هون الفرق جوهري كتير. شو هو يا حزركون؟ هلا بنشوف. في حال رخ ضرب رخ ما راح يكون في عنا تعادل، ما راح يكون في عنا باطلة. ليش؟ حسب معلوماتي انه اقل من 1 بالمليون، نسبة دقيقة يعني 1 بالمليون من حالات الترقية بتكون ترقية لفيل. جربتوا ترقوا لفيل هون؟ بيدق ضرب رخ فيل وكش مات بالنقلة الثانية إجباري. إذا الرد على B5 هو رخ B3 وليس رخ ضرب رخ أو وليس رخ ضرب فيل أو رخ B1. وهون الأبيض سواء رخ D1 أو رخ A1 راح ينتهي دوره بالخسارة، وما عنده أي ما عنده أي خيار تاني. مثل ما نشوف تحليل الكمبيوتر مات ب17 نقلة على كل الخيارات.